السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على الفانكشن جنريتور. دي المحاضرة السادسة من مادة الميجرمنت اند تيستينج. فانكشن جنريتور اللي هو مولد الذبذبات. فانكشن جنريتور is usually a piece of electronic test equipment or software used to generate different types of electrical waveform over a wide range of frequencies. عبارة عن جهاز إلكتروني يستخدم في توليد الإشارات الإيه الكهربية بترددات إيه مختلفة. طب إيه هي أنواع الإشارات اللي ممكن يولدها لي؟ ممكن يولد إشارات زي تراي أنجل، زي الساين ويف، زي السكوير ويف، زي السوتوس، الموجات المثلثية والجيبية والموجات المربعة والموجات سن الإيه سن المنشار. تعريف آخر للفانكشن جنريتور: فانكشن جنريتور is a device which helps to test electronic equipment. ممكن استخدم الفانكشن جنريتور ان انا لو عايز اعمل تيست لجهاز تاني، فببدا اخلي الجهاز بتاع الفانكشن جنريتور يولد اشاره، من خلال توليد الاشاره ديت اخد الاشاره ادخلها على الجهاز التاني. طبعا انا بولد اشاره بمواصفات معينه من تردد وجهد، فلو الجهاز اللي انا بختبره ده هو طلع لي نفس القيمه يبقى الجهاز ده شغال ايه تمام او سليم. هنبدا النهارده ان شاء الله نتكلم على الايه النوع من انواع الايه الفانكشن جنريتور، زي النوع اللي قدامنا في الايه في الصوره دي. عاوزين نتعرف على الخصائص بتاعته، وعايزين نتعرف على الايه المفاتيح اللي عليه. هنقول المفاتيح الكومون اللي اي حد فينا ايه بيستخدمها وبكثره، زي مفتاح الايه مفتاح الباور. مفتاح الباور الخاص بيه الفانكشن جنريتور بيبقى موجود ورا الجهاز، يعني معظم الفانكشن جنريتورز مفتاح الباور بتاعها بيبقى في خلف الايه الجهاز. نيجي بعد كده على الجزء الخاص بيه الايه الجزء الخاص بالشاشة. الجزء الخاص بالشاشة ده مقسم إلى قسمين زي ما احنا شايفين في الصورة، لإظهار قيمة التردد، وقسم آخر لإظهار قيمة الإيه قيمة الجهد. نشوف الصورة اللي بعدها مفاتيح اختيار نوع الإشارة اللي احنا بنقول عليها الإيه الفانكشن. ويمكن للجهاز هنا زي ما الصورة بتقول إن ينتج ثلاث أنواع من الإشارة، وهي الإشارة الجيبية والإشارة المربعة والإشارة الإيه المثلثية، ويمكن التحكم فيها بواسطة الثلاثة مفاتيح الموجودة كما بالإيه بالشكل زي ما احنا شايفين كده. الصورة اللي بعدها التحكم في قيمة التردد وزمن الإشارة، وبالتالي هتلاقي عندك عدة مفاتيح زي ما احنا شايفين. الفريكوانسي رينج بدأ من 5 هرتز ل5 ميجا هرتز. افترض ان انا عاوز تردد قيمته مثلا وليكن 40 كيلو هرتز، هاجي عند المفتاح اللي هو مضغوط لجوه ده اللي هو 5 كيلو هرتز، وابدأ اروح للمفتاح اللي هو ناحية الشمال تحت خالص في الصورة اللي بعدها تمام، وابدأ اغير او العب في الايه في القيمة بتاعة الايه بتاعة التردد، بحيث ان انا اوصل لقيمة الايه الـ40. طيب هنيجي بعد كده على الايه على الخارج. الخارج عبارة عندي تلاتة زي ما موجود كده على الايه على الجهاز. هنتكلم على الاتنين المربعين الحمر دول، في عندك خارجين اتنين، خارج قيمته 600 اوم وخارج قيمته 50 اوم. طب ايه الفرق بين الخارجين؟ الفرق ان الخارج من المخرج 50 اوم بيطلع جهد اعلى اقل قليلا من الخارج اللي هو بتاع الايه 600 اوم تمام. نيجي بعد كده للتحكم في الامبليتيود والايه والجهد. زي ما احنا شايفين كده هتلاقي مكتوب زرار مكتوب عليه الامبليتيود، ده بقدر من خلال الزرار ده ان انا لما بغير فيه بغير قيمة الايه بغير قيمة الفي بيك تو بيك، بعلي الاشارة او ايه او 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 اوطيها من خلال ايه هذا الايه هذا الزرار. طبعا لو جينا بصينا ناحية الشمال ناحية الشاشة كده هتلاقي عندك قيمتين مكتوبين قدامك اهوت 5.555 كيلو هرتز، وناحية اليمين 12 من 100 ايه VRMS. خلاص طبعا VRMS دي القيمة الايه القيمة اللي هي ايه مقاسة، انما انا لما اجي اجيبها على الـ على الـ على الاسلسكوب هتطلع لي بالايه بالبيك التوبي. ده كان شرح الفانكشن جنريتور، أتمنى تكونوا استفدتوا من الإيه من المحاضرة، وإن شاء الله نكمل بقية الإيه المحاضرات، ونخش بعد كده على السيموليشن وبرنامج المالتي سيم بإذن الله، وهنزل فيديو شرح لطريقة تسطيبه إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.